تقول علي صيام شهرين ونصف من رمضان ولا أستطيع أن أصوم لأنني مصابة بمرض المعدة، وقد استشرت طبيبا أخصائيا فقال لي لا ينبغي لك الصوم، فماذا علي مع هذه الحالة؟ أفيدوني شكر الله لكم. إذا كنت لا تستطيعين الصيام لا أداء ولا قضاء بسبب مرض مزمن، قال الأطباء إنه يتعذر معه الصوم أو يشق معه الصوم مشقة غير متحملة أو يضاعف المرض ويزيد فيه، فإنك يجب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا عن الصيام. فإن شفاك الله بعد ذلك وقدرتي فإنك تقضين ما فات، وإن استمر هذا فإنه يكفي الإطعام، أن تطعمي عن كل يوم مسكينا ومقداره نصف صاع من البر أو غيره بعدد الأيام، والله أعلم. بارك الله فيكم.